مشاهد تدافع وطوابير تعيد إلى الأذهان أزمة ندرة مادة السميد في الجزائر السنة الماضية. هذه المرة جاء الدور على مادة الزيت النباتي التي تشهد ندرة واحتكارا غير مسبوقين، ما دفع السلطات الجزائرية إلى محاربة التجار المحتكرين قبيل أيام من شهر الصيام. في السنة الماضية عايشون في قضية السميد، نعم. نفس هذه العصابة ونفس هذه الأطراف تريد هذه السنة تعيش المجتمع والشعب في قضية الزيت. أنا أكذب تكذيب قاطع، ما هو موجود من مخزون يكفينا حتى جوان، يعني حتى وما نشرو والو يكفينا حتى الجوان، لكن بتمويلات مستمرة ما فيش إشكال. الآن عندنا ما يقارب 94 ألف طن مادة خام. جمعيات المستهلك والتجار طالبت بتوسيع إنتاج هذه المادة في الجزائر وبكسر الاحتكار عبر رفع الإنتاج وتحقيق الوفرة التي تؤرق السلطات برغم الدعم المباشر لها. لو كان عندنا يعني سياسه تاع تكافؤ الفرص في الاستثمار في هذه الماده، وكان عندنا منتجين يعني 10 ولا 20 منتج اللي يديروا تحويل تاع هذا الزيت ما تكونش الهيمنه. لا ننكر ان في كل ازمه، سواء ازمه ادت الى متعلقه بارتفاع اسعار منتوج معين او بندره في منتوج معين، وراءها اما احتكار واما مضاربه. لكن هناك اسباب احيانا موضوعيه، هي ارتفاع اسعار التكاليف، ارتفاع اسعار الماده الاوليه، زياده الطلب، النقص في شبكه التخزين، النقص في شبكه التوزيع. أزمة تذبذب المواد الغذائية الأساسية في الجزائر تؤثر بصفة مباشرة في فئة متوسطي الدخل الذين يعانون من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار. عودة الأزمات المتعلقة بالمواد الغذائية الحساسة والمرتبطة مباشرة بالسلم الاجتماعي تفتح النقاش بين الخبراء بشأن جدوى سياسة الدعم المباشر التي تنتهجها الجزائر تجاه مواد غذائية تعدها حساسة وتحتاج إلى حماية وتنظيم. سفيان مراكش، العاصمة الجزائرية، الميادين.